أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، أرحبوا بكم أجمل وأرق الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم يومية الصبح نطلع عليكم بحلقة وفي وقت مهم وحيوي وبحركة الناس وبباب رزق للناس، ودعواتنا لهم دائما بالتوفيق والرزق الحلال. أغلب الأماكن اللي نزورها هي بيها حركة ناس، يعني بيها حركة عمل، وتعتبر مناطق مهمة في بغداد. ودائما مرات احنا بصراحة نحضر في بعض الأمور اللي تخص المواطن بشكل مباشر، لأنه عملنا يختص بقضية المواطن بشكل مباشر، ونجيب طاري الجانب السياسي والاقتصادي، هذا لأنه بصراحة ارتباط مباشر بحياة الناس، يعني من يتأثر الوضع الاقتصادي من اللي يدفع الثمن، منو؟ أنا وأنت، لأنه إحنا المواطنين. من يصير الوضع السياسي تعبان، من اللي يدفع الثمن ويتأثر؟ إحنا المواطنين. لا حول ولا قوة، هسه أبو البسطية اللي تأثر، أبو المحل اللي على قد حاله، اللي عنده عربانة يتأثر، اللي عنده تاكسي يتأثر، هذا اللي تتأثر. أما السياسيين ما لهم علاقة بالموضوع، مو يهمهم الوضع حس اقتصادي سياسي اجتماعي، مو يهمهم، الناس عارفين وضعهم وماشي وضعهم وما لهم علاقة ولا لهم التفاتة إنه أبدا. وصار لنا تقريبا 20 سنة نسولف هذا الحكي، وما حد اللي التفت التفاتة حقيقية لوضع الناس وأنصفهم، ولا واحد اللي وصلهم وسولف وياهم، ولا واحد اللي سلم عليهم وفتح ايده المشاكلهم وحلها وهو صاحب قرار. وصار لنا عمر نسولف بهذه القضايا ونتجول في شوارع بغداد. هسه على الاقل واحد هم يخجل مره مرتين ثلاثه يتعاتب، بعد ما يتعاتب. اللي يتعاتب مره مرتين ثلاثه بعد ما يتعاتب، لانه وصلت له رسالة أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، عاشر يوم، ما جاي يستوعب، ما جاي يستمع. إذا ما يستمع ويستوعب بعد سولف وياه، لا والله دير وجهك عنه. وهو هذا اللي جاي يصير، لذلك إنه ماكو، يعني ماكو فد صلة أو تواصل حقيقي بين المسؤول صاحب القرار وبين الناس اللي تطلع تسولف في التلفزيون. صارت السولف في التلفزيون والسوليف على الإذاعات والسوليف بالمواقع التواصل الاجتماعي وكلها، وهذا ما واصله. عجيب عجيب والله، غريب. قبل الناس إذا تحكي حكاية لازم تتحاسب عليها ويدسون عليها ويسولفون وياها، لأن الحكاية الثقيلة مؤثرة، الحكاية الثقيلة تأثر بي بالوضع السياسي، وتأثر بوضع الناس، وتأثر بصاحب القرار، لأنه صاحب القرار إذا ما توصل له المعلومة حقيقية ويستمع ويدقق ويكون منصف بكلامه وأدائه، والله ما حد يجيبه بالطاري. لكن هذه المشكلة اللي احنا يوميا نسولف عنها ونجيب طاريهم، لكن ملينا احنا، هم ملينا وتعبنا نفسيا من قد ما نحكي، وكلامنا للأسف هواء في شبك مثل ما يقول. يعني عموما اليوم احنا في منطقة الطالبية، واحدة من مناطق بغداد المهمة والحيوية جدا، اللي بيها لون من العمل، بيها لون من الفرصة، بيها لون من جانب اقتصادي، بيها لون من موضوع الاستيراد، بيها لون من فرص العمل اللي موجودة للشباب، وبيها لون من الحركة التجارية اللي جاي يصير في بغداد. هذه صورة من يعني من منطقة الطالبية أو مجمع الطالبية أو منطقة الطالبية بشكل أو بآخر، الحي الصناعي بالطالبية، وإحنا زايرين أكثر من مرة وملتقين بالأخوة أكثر من مرة ومسولفين هواية ويا الأخوة أصحاب المحال التجارية اللي موجودة. وهذه الناس يعني فرصتها، فرصة العمل، هو اللي يقوم بفرصة العمل، يعني هو اللي على كده على تعبه على شغله. لكن انت من توصل الى مرحلة تشوف الحركة تقريبا محدودة،
وتكاد تكون ما موجودة مقارنة بأعداد السيارات اللي موجودة في بغداد أو بالعراق تحديدا بشكل عام. تقول والله أصحاب السيارات والمواد الاحتياطية والبيع والشراء لازم يحلك لأنه حاليا سوقهم زين. أنت بهذا الصدد تحديدا تتجول في منطقة صناعية مهمة، منطقة صناعية مهمة ومؤثرة في بغداد، تشوف الحياة بها هالشكل، تشوف الطريقة بها بهذا الوضع. بعد يعني تراود لك الوضع الاقتصادي، يمر بيك الوضع الاقتصادي بشكل أو بآخر، تمر بيك فرص العمل وغيابها ووضعها، تمر بيك الظروف كلها تقريبا وتشوفها. السلام عليكم اخوان، قواكم الله عمي. شلونك؟ الله يبارك شيخ بارك. قلبك الله يسلمك. قواك الله. دول قلبك. الله يعطيك الصحة والعافية. إن شاء الله خير وبركة. على أمة محمد يا رب أجمعين. الله يبارك. شلون شغل؟ نعمة الحمد لله. دوم. دوم طول واحد عايش ويشتم الهواء، شوف هاي الوجوه الحلوة. والله. تسوى ملك. نيرة. لا والله لا حلوة حلوة حلوة. لا هذا حسين الساعد معدل والله. والله ونعم. بسم الله أخو خيته معدل أبو علاوي. ونعم مساعدكم بالتسعيرة عاد. والله إلي. يعني شو اقول لك يعني تروح علي غير يعني ما يلزم عليك سعر نهائيا ابد والله العظيم اقسم بالله اخلاق وطيب اي والله بالله عشتني ذا حمل مجانا منين يا منطقه؟ طالبيه يعني هنا شغلك؟ شغلي هنا بالطالبيه. شلون الشغل بالله بالسوق؟ قال له تقريبا شلون تقول يعني شهر تعبان فتور لو تعبان لو شغل حركه ماكو حركه ماكو عجب ما اعرف شنو السبب يعني السوق كله يعني كل يعني مو بس احنا كل المصالح بصوره عامه يعني ما بيها اي شيء كلها مضروبه. الوضع الخارجي هم ياثر علينا طبعا ضربه الاحداث اللي جاي يصير بلبنان الاحداث اللي صارت بلبنان اثرت علينا اي طبعا اثرت وايد اثرت عندنا من صارت ضربه لبنان وضربه سوريا يعني تاثر علينا العمل كله بصوره عامه والله بالله. دائما تصير هالحركه هذه هيك وضع يعني كل ما تصير او الاحداث اي دوله عربيه يصير عندنا فتور بالشغل كله بصوره عامه. متعودين تعلمنا العراقيين تعلمنا احنا البلد الوحيد اللي يعني الخارج يتاثر صح والله والله صحيح اقسم بالله صحيح اي شيء بالخارج يصير صحيح متأثر. اي والله صحيح. زين ايش قصر لك هنا تقريبا؟ صار لي تقريبا 2010 لحد الان اي 2010 تقريبا 14 سنه اي صار لنا الله يسلمك بارك الله يبارك فيك اتمنى لكم رزقك كفو منك الله يبارك الله العظيم انا اشوف الناس تشتغل معدل لاهلتك نشوف الناس تشتغل واخوتنا يشتغلون وملتهين بعملهم والله افضل الله يبارك لأهلك. نعم الحمد لله الحمد لله واحد عنده عائله ومشغول بشغله هذا احسن ما الله والحمد لله والشكر بس احسن ما واحد يروح ينحرف الغير طرق نعمه من الله ياكل خبز وبصل نعمه من الله نعمه جزاك الله نعمه اغاتي اهلا وسهلا طيب تحياتي موفق ان شاء الله حبيبي كل الحب والتقدير لهم انا احب الناس اللي يعني الناس اللي عندهم مصلحه ويشتغلون ويطلعون على باب الله الصبح يقولون يا الله ما يعرفون رزقهم باي دقيقه وباي ساعه ممكن يكون رزقهم موجود وهذا هو يعني بصراحة السعي مع السعي وراء لقمة الحلال هذا لازم والله العظيم من كل قلب ولسان بكلام واقع جدا والله العظيم المفروض الدولة توقف له هذا اللي يفتح باب رزق المفروض ما يتحارب المفروض الدولة تسهل أمره لأنه وراء عنده خمس عمال عندهم كل واحد خمس نفرات عشر نفرات سبع نفرات ومعيشينهم وما وسادين لقمتهم لا يدور تعيين ولا يريد التعيين بس وفر له خليه يشتغل اعطيه مجال خليه يشتغل اعطيه مساحه خليه يشتغل انا تذكرت اول البارحه كنا بالحي الصناعي بالبياع وجابوا طاري الغلق والفتح مال البياع يعني الجراج ينسد يعني الحي الصناعي ينسد لحد الساعة بالسبعة وطرحت الموضوع بمقطع فيديو أيضا خابرنا واحد من الأخوة في وزارة الداخلية هسه ما أريد أسميه بس بشكل مو ناطق رسمي لكن دزيته للناطق الرسمي لوزارة الداخلية ودزيته للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية ودزيته للوزير على رقمه الشخصي
ماكو إجابة. يا ليش ينسد الحي الصناعي بالبيع الساعة بالسبعة؟ إيش جاي يصير بيه؟ فهمونا. هذا تساؤل اللي طرحته. قالوا لا، ومخدرات تصير بيه ويشربون وأمور غير أخلاقية. زين أنت يا الجهة الأمنية والاستخبارات والمخابرات والجهاز الأمن الوطني والأمن القومي وهذه كلها عبرت عليها وصلت للقراج ولازم بالقراج يتحاسب؟ زين شنو ذنب الناس اللي ويا بالمنطقة كاملة؟ تحاسب منطقة كاملة على كم واحد طالع عن الطريق؟ هذا وين اكو منطقة هالشكل يعني؟ أنا هم حاجة قلت له وين اكو هيك منطقة يعني؟ قال لا أستاذ أحمد، لأن هذه إجراءاتنا أمنية نعرف لها. قلت له بعد هاي هي بكيفك، إذا جهاز الأمن الوطني تفوت عليه المخدرات والاتحادية تفوت عليه المخدرات والمخابرات تفوت عليها المخدرات، لما يجي يشرب يلا تلزمونه. تقيس يعني من هالنوع يعني اللي جاي يصير يعني في بلدنا يعني للأسف. هذا يأسفنا، هذا الكلام والله مؤسف مؤلم، لكن ماكو أحد يسمع يعني، غريب يعني الموقف غريب. واللي اللي اللي جاي نحكي بيه ترى والله مو سهل. المفروض هسه بهاللحظة يخابرون وزارة الداخلية، يا بتعال احكي لنا شنو الصاير، أنا حتى احكي لهم شنو الصاير يعني. السلام عليكم شباب. يعني أنت نخس اختين تفتر ورانا؟ لا تشاقون على راحتكم. شونكم؟ أخبار؟ شون يا أخوي؟ أبد والله. تعرف محلك وتفتر عليهم لوش؟ لا هو محله. أخذ راحتكم. الله يسعدك. أبو حسين. أبو حسين بطل مبين. شونكم حبيبي؟ شو أخبارك؟ خير ذاتك. شون أمك؟ خير. عوف أياد. عوف فلان. إحنا نريد. أستم بس عوف الزلمة واحد عمي. شلون هم وياك؟ شال عين قلب؟ اي والله شو نسوي؟ عيشتنا عليهم. قلتك عليهم. شلون الامور؟ والله بخير. شلون شغلكم هنا؟ والله شغلنا زين. اكو حركة سوق؟ ماكو. عجب. صار اسبوع. صار اسبوع ما. اكو سبب لو بدون سبب؟ اي عالم ما تجي. والله عالم فلوس ما عاد. بس عالم ما عاد لو انتم سلعتكم غالية صار. لا مو سلعتنا غالية، احنا سلعتنا زينة. والله. مخفضة؟ ايه. على حال بقية؟ ايه كذا، بس راح الشهر يجون. وعلي السلام. الراتب؟ الراتب. وعلي. موفق هو موفق. حبيبي على طيب، تحياتي لك. وردة حبيبي. تقريبا احنا اغلبهم من الشباب اللي اغلبهم ما كمل دراسته، واغلبهم اللي يشتغل حتى يسد رمقة فقط يعني، ما عاد لا يريد يبني له قصر ولا. لا عميتم ونعمكم والله، الله يبارك بيكم ويزيد. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ جواك الله. الله يحفظك. شلون الله يسلمك. الله يسلمك عمي. الله يحفظك. شلون نعم صاحب السياره؟ انا صاحب السياره هاي. شلونهم جماعه وياك؟ لا نعم والله احنا عملتهم. اقول لك احنا ناس نيجي نريد نصلح ونروح، شو نسوي يعني؟ عملتهم بقت العمله بعد بكيفهم، احنا مو بكيفنا. عملتهم بكيفهم؟ اي بكيفهم طبعا. ما طلوا وياهم طبعا، احنا الماطل ايش نسوي بعد؟ ابو صفره هم اهل ابو صفره عندهم علي يعني شلون علي بالعكس. لا والله بالعكس هم طيبين. ويا ابو صفره والله يا ابو صفره رجال كادح، شو وين يروح؟ يشتغل بيها. لا هم ناس هم بغى ماخو، ما اقول لك عندهم ايجار وعندهم ايجارات قويه عمي. ايجار اذا احنا تكسر الظهر. اي طبعا ايجارات قويه عمي. شو نسوي؟ نعم. ما تجي للمنطقه هذه؟ اي والله احنا كل ما يعني كل ما نعطل نجي، اذا ما عندنا شيء ليش نجي؟ صارت الشغله الا تعطل عطل يوقفك او ياثر يلا تقدر. اي طبعا هاي اذا شغله مرايه شغله شيء شغله بسيطه هاي تعبر، بس اذا شغله جير شغله ماكينه لازم تجي يعني. وين تروح؟ اي لازم تجي. قبل السيارات عليها صيانه دوريه يعني، حتى اذا ما تعطل اكو صيانه دوريه. اي كانت عمي السيارات القديمه الكراون الكرول ذني، حتى السائق يفتحن بالهذا هسه الاوتوماتيك يختلف، هذا يختلف. قبل بالشارع تفتح الجارد تفتح الجير تنزل، هسه وين تختلف؟ بالباب مال صادق اي بالضبط هسه لا ما تقدر، لازم تجي. الخبره هم تلعب دور. ما الخبره احنا شباب والله ماني
خبرتهم حلوه بالحديد. احنا الخبره ليش متعودين عليه؟ لان هسه اختلف يعني اختلف، والحيل ماكو مو مثل الحيل قبل. ماكو خلق يعني. اي والله طبعا ماكو خلق، الشارع حتى تشوفه الشارع كان فارغ، هسه الشارع مليان يعني هسه اكثر انسان متاذى بالصف. الله شاهد. تشوف الشارع ياخذ ذكر وينام بها ساعه، هو الوقت هتشوفه محدود يعني. انت تشتغل ب 8 ل 12، ترى 12 بعد ما حد يقدر يشتغل الا اللهم قاعد هذا طالع ب 12 يلا يشتغل. بس اذا تشتغل ينام بالازدحام وقت الدوام اي ما تقدر تشتغل وقت الازدحام ما تقدر تشتغل. هاي الجسور اللي صارت وهاي المناطق اللي توسعت حلت ازمه. انت ابو تاكسي جوال اي بس ما هي ما كانت حتى نشوفها احنا صغير تكمل حتى نشوفها حلت ازمه لو ما حلت. اللي انفتح اللي انفتح طبعا حل يعني هسه القناه حل وايد مال الشالشيه زين يجوز ينفتح، مال عدن يجوز ينفتح يعني تشوفها تبين هي تبين. هسه ما تبين، هسه ما مفتوحه، قليل مفتوحه اللي مفتوحه ما تبين. ان شاء الله خير ان شاء الله الخير. الله يبارك بك. الله خير. الله يسلمك. الله يحفظك عمي. انت الله على حساب منو ويا ما تتحاسب وي واحد كلهم ان شاء الله طيبين كلهم ولد والله. الله يحفظك. الله خير. تحياتي سلامي. الله يبارك فيك. على حكاية الأخ يعني هاي رغم أنه وجود السيارات العدد الهائل بصراحة في بغداد وهي هم صدق منطقية يعني ما المشكلة الازدحامات بصراحة هو جانب أيضا مو قضية جانب جسور أو بناء لا يعني بغداد أصبحت بشكل أو بآخر محدودة. أصبحت بغداد صعبة بصراحة، صعبة بعدد العجلات اللي موجودة ملايين. زين لا شارع يكفيها ولا جراج يكفيها ولا جسر يكفيها. السلام عليكم حب، شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ البس كاس كيفه والله خادم. شلون شلونك انت؟ شخبارك؟ الله يسلمك. لا بخير وسلامة. ربي يحفظك. شلون اموركم؟ الله يسلمك بخير. انت بخير. اهم شيء الله ساترنا ونعمه وعلي. انا على ابو راح وانا على ابو لجه. والله ولا نعلم. والله العظيم ما يمشي الستر والعافيه ولقمه الحلال. اي والله اي هاي نقول يا الله اليوم ما فيها ويصبح الصبح شيء اكيد ويطلع على باب الله ما يعرف رزقه ما يعرف يرجع لبيته ما يعرف. اكيد شيء اكيد. هذه هم رحمه من الله لا نرجع لبيته. الفضل الحمد لله والشكر على الامور. والله بخير. سوقكم شلون؟ السوق تعبان تحت الصفر. ليش؟ على هاي الاوضاع. قبل شوي سولفت انا ويا الاخوه اذا يتعاركون اثنين بغرب الارض احنا نتاثر احنا نطيح بيها. ليش؟ ساحه ما طوبه صايرين بالنص صدقني ولا بيها ولا عليها توقع بالفقير. واي الشباب اي واي الشباب عطاله وظيفه يدرس ويكمل ويتعب وهاي تعال متال عين عن هسه هنا هم زين ويحصل له شغل اي وياخذ فتره اي بطل بسبب السوق ماكو زين ايجارات غاليه يعني 25 30 ورقه وايد اي يعني انت تشهد تطلع من المنطقه قديمه وهي شي وضعها قديمه يعني اسم لو ايش جاي يصير لا هي الاوضاع يعني مثلا هسه هذا محل نقول مثلا من يصعد ايجار هذا راح يصعد وتم واحد مربوط اي واحد مربوط بالثاني زين تشتري مثلا الحاجه مثلا ماكينه تشتريها تطلع انت وحظك صندوق مقفول زين لمن تعطيها للعمال للايجار صندوق ومقفول يعني ماكو فحص عليه لا 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 ما. ماكو فحص صيانه لا 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 ما واحد يشوف حظك عجيب والله يمكن ذبل الشاطئ ويمكن اي يطلع يعني هواي عندنا اكثر من يعني بال 20 25 ماكينه مرات والله كلها خساره بخساره يجيك ابو البلديه غرامه يجيك ابو الاعلان غرامه ياخذ منك ابو النفايات يطالب او كلها ما كل شيء ما تفتهم عم خليه ياخذون البلد ونخلص والله خل وين ما عند الله قاع قيعان الله كبير نقعد بالصحراء ودعتك هي هاي تاليت اي انا اكو حل وعلاج شغلتي انا اريد احكيها كون الله يحفظ المرجعيه وسيد مقتدى فقط كل شيء ما نريد تعتبرهم صمام امان لو تعتبرهم صاحبين عقيده وفكر ولازم نحافظ اي هم ابهاتنا يعني اكو واحد يتخلى من ابهاته لا والله هم هذول الاساسيين اهم شيء هذول تدبر البقيه هاي الحياه تاثيراتها
هم لهم هم جانب لازم يسولفون بي. لا 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 ما لهم جانب، ما لهم علاقة رجل، هذا عمل انت اللي هو جاي اللي يكضك السياسي مو اصحاب الدين. سدت الباب بوجه السياسي. اي اي مال سوي مال مال شنو اللي يريد نوصل له مثلا؟ شنو الحل؟ هو السيد القائد من يحكي قالوا راس البلد، يسكت قالوا ساكت. هي على المرجعيه هم طالبت وحكت 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 ونفس الحاله، ماكو فايده. ما احتراماتي للناس الطيبه والك، يعني هو الوسخ يظل وسخ، ما يفكر، يفكر بس بنفسه، ما يفكر باي الناس الفقراء. اي اللي عنده اللي يفكر يفكر بالجوعان، بس الجوعان يفكر بالجوعان، بس الشبعان لا يفكر بصاحبه الشبعان اللي بقياسه. اي 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 وهذا مجتمع للاسف. اي والله كريم، الله يرحمه الراحمين، جزاك الله خير كل الاهل بك. انا بس سؤال حيرني، التم بالمطر شلون؟ بالمطر هاي من هناك وين ساتي؟ اقول لك رحمه الوديك، اقول لك هسه احنا هاي الحروب كلها غرقنا بها هسه على مطر الله رحمه على خلت تغرق. تحياتي تحياتي سلام. هاي الاخوه يعني بعد ما سووا المنطقه منطقه ناصيه ما لقوا لها علاج وحل، فسووا لهم درج يعني هاي اذا تمطر الدنيا ما والله ما ادري يعني هاي من مطر يطب لهم الماء للجو والله اعلم شيء يعني اكو فد تفكير عندهم او فد غايه انه يسحبون بها الماء ما ادري. السلام عليكم عمي، شلونكم كابتن؟ الله يساعدك عمي، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون؟ الله يسلمك رحمه الله واكرم. الله يخليك. ايش عجب ابتسامه ان شاء الله؟ هي الابتسامه موجوده. لا الحمد لله والشكر. لا شلون؟ لا الله يحفظك. حوالك؟ الله يسلمك. شلون هالطالبيه وشغلها؟ والله الطالبيه بخير. طلعتها على الاول سوق الاول لو هم اختلف؟ لا اختلف هوايه هوايه هوايه، خير من الله اختلف. خير من الله اختلف نحو الاحسن؟ لا 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 للاسوء. اي على شو شو تقول؟ تنطي وجه تنطي طلقه رحمه تنطي وجه. منطقه قديمه ولها معاميل مو اليوم، تقريبا العراق نصه يشتغل على المنطقة هاي أو بالعراق كله. إذا أريد نسولف صار التوصيل وصارت الأمور اختلفت والمفروض تشتغل عدد السيارات اللي هو لا مو السيارات الموجودة صحيح اكو هواية، بس المحلات صارت بكثرة، ومو بس المحلات يعني كان أبو المفرد يجيب من الجملة ويبيع، حس أبو السيارة يروح قبل للمجمع الرئيسي يأخذ من عنده. بيوت قاموا يستوردون حاويات ويجيبون، هسه معمل ابو الدكاشي قام يجيب له حاويه حاويتين ينزل، فصار التضارب بالاسعار بين الادوات التايوان بين الادوات الصيني بين الادوات الامريكي، واحنا هنا سوقنا بعد ما يتحمل اكثريته قاموا يشتغلون على الصيني، يعني صارت المبدا الصيني 100% تصليح سياره بدل ما يصرف عليه 30 ورقه قام يصرف عليه 4 ورقات 5، فشو يسوي؟ المستورد يجيب ادنى نوعيه على اردع شيء على مود يمشيها للمواطن واللي يسهل امره. احنا جماعتنا يدورون زين وجوده لو يدورون سعر؟ والله نادر من يصير يدورون جوده، يدور اول ما يطب عليك السلام عليكم وبيس سعرها، يعني ما يسال على جوده البضاعه او المنشا مالتها، انه يريد بس يريد يمشي شغلته. هاي ليش هالشكل؟ هي التجاره مالتنا هي البضاعه اللي اذا تدخل هاي وضعيتها، يعني ما ليش ما نقول البضاعه انضربت ما تعرف الصيني من الكوري من الياباني من الهندي؟ لا بالعكس احنا نعرف سوق كلش. لا بالعكس احنا كل الزين نعرف انه هاي البضاعه تعرفون نعرفها كل الزين، بس اكثر اهل المصلحه يعني مع الاسف يجي يقول لك هاي البضاعه كاتب عليها هي جايه منشا صيني اعتياديه عاديه مكتوب عليها اصلي، يعني علامة مثلا جي ام بالصنف مالتنا، من يجي يقول له والله جي ام انت المقابيل تقراها جي ام. انا ما اعرف. انت ما تعرف؟ ما اعرف يعني هذا يعتبر غش، بس المفروض يجي يقول له يابا مكتوب عليها علامة جي ام بس ترى هي منشأ صيني على مود المقابيل، واكو منشأ صيني لان تقريبا التجارة الامريكية تحولت معاملها للصين، فمن تجي المعامل بالصين تجي العلامات السبارت مالتها تجي الصيني تشاينا.
بعد هو هذا السوق مالتنا يتحمل هيك وهاي وضعيتنا، وتقريبا المحلات اكثريتها يعني تفتح وتعزل يعني شغل نهائيا ماكو. عمال قاموا بدل ما عنده عاملين ثلاثه عنده عامل او احتمال العامل هم يطلع، يعني تفتح وتعزل اكثر المحلات قاعده تشوف. احتياجاتك شلون؟ استدي جارك شلون؟ يعني الاحتياجات مولد عندك كل شيء وكل شيء موجود، بس حالنا من حالكم انتم بنفس الحاله. شلون الموظفين احنا عندنا الراتب مات يزيدوه ورا كم يوم يرجون يرجعوه على الفقره اللي ادنى من عنده على سلم الرواتب وترجع من جديد. هو شلون يرتفع السوق؟ صعد سلم الرواتب نزل سلم الرواتب، يجي لك الموظف والموظف تاثير كله يعني تاثير 100% بالنسبه للمحلات، يعني مع الاسف خطيها يعني تنقهر على حالهم محلاتهم ايجاراتهم قويه ضرائب كل شويه يجي لك ابو الكهرباء طاق الكهرباء. هاي شوف هسه الكهرباء يا ابني حفروها وعافوها صارت تقريبا بالشهر يومي هسه احنا كهرباء ما عندنا فيز وفيز يعني جارين من اللي بصفنا اللي بصفنا عنده احنا ما عندنا المحلات كلها ما عندها. وش عجب ما جوك يجي يمكم ليش ما رحتوا لا لا هنا عندنا صيانه تجي تقول له يقول لك والله جيب كيبل مين تجيب لك كيبل تحفر له من المحطه هاي ذيك المحطه من هو الشغل وين حتى تنطيها قاعدين كهرباء ماكو قاعدين وساكتين المحلات اكثريتها. ايجاركم ماشي؟ ايجار ماشي الضرايب ماشي ابو البلديه يجي يريد من عندك مال قطعه يجي عندك تكرم مال الزباله 300,000 دينار يجي حاسبك عليها سنويا لو شهريا؟ والله يجون كل خمس اشهر ست اشهر يعني يقسمون قسمين يعني مبالغ مو طبيعيه يعني مع الاسف يعني يزيدون على المواطن والمواطن شو يسوي مجبور لو يجيب له الصب ويقفل له المحل لا يقول له يلا ثيما لا تدفع باللي التي احسن فنضطر ندفع احنا. الحمد لله الحمد لله عرب هاي الحمد لله بس الحمد لله والشكر يعني قلب على قلب المحلات والعراقيين كلهم ما شاء الله اهل نخوه الحمد لله والشكر بركه الله يعافيك الله يديمك الله يحفظك. المفروض هذا القطاع القطاع يعني خاص المفروض يندعم من الدوله يصيب تسهيلات اولا فرص عمل تشتغل الناس ما تدور الناس تعيين. اذا انا هسه هذا ملتهي الولد شاب وملتهي بعمله وهو خريج بعد ما يدور تعيين هذا يعني يشوف شغله بس اذا يشوف وضعه يحارب بمحله يبني له خيمه ويضل الظهر. يعني احنا عندنا عامل ويانا بيتهم بالعماره من العماره يجي لهنا قاعد بمولده او يروح يم بيت جده فتره ويروح شهرين ثلاثه دا يروح ليومين ثلاثه دا يشوف اهله ويجي. شنو الحياه؟ هاي حياتنا هاي اللي عندنا صارت. سبحان الله العراقيين مغضوب علينا قلنا بزمن النظام القديم انه راح نتطور اشو رجعنا بعد بالأسوأ اي مع الاسف. جزاك الله خير الله يحفظك حياتي وسلامي الحبيب موفق ان شاء الله الله يديمك. سعيد جدا بشوفتك يا طيب. هذه رده الفعل اللي كنت اسولف بها يعني انا القطاع الخاص لازم يندعم يعني يكون دعم له يعني فعلي مو حكي ودير لسان لا لا. اولا الضرائب البلديه الايجارات فرص العمل اللي عليهم شنو يوفرونها الفرص العمل اقل شيء هسه مال البلديه يعني هسه البلديه اللي تاخذ يعني امانه العاصمه تاخذ اموال جبايه رفع النفايات. وهنا نتساءل هسه على عيني وعلى راسي تاخذون جبايه من الناس على عيني وعلى راسي ادوات احتياطيه وبالشارع على عيني وعلى راسي لكن انت ما شفت الرصيف شلون حاله شفت التبليط شلون حاله شفت المناطق السكنيه شلون حالها هسه انت على عيني وعلى راسي هسه اخذ من عندي منها بس غير كون اشوف الماده اللي تؤخذ من عندي انا كصاحب محل غير اروح البيت يكون بيتي شارع زين شارع نظيف مؤثث يعني هذه واحده من الرسائل طبعا. وهذه يعني مثل ما تحدث الاخ قبل قليل قضيه الكهرباء هذه امام الاخوه في وزاره الكهرباء وتحديدا كهرباء رصافه وكهرباء توزيع بغداد يعني هذه حاله يعني اسالكم بالله حاله هذه محلات طافي كهرباء ما عندهم يعني يروحون يقولون لهم هاي مشكلة تخلق يعني تخلق
يعني عدم ارتياح الناس لي ليش تشكى الناس دائما تشكي تقول كهرباء هذا وضع الكهرباء هاي بنص بغداد هاي بنص بغداد هسه احنا بالصدفة يعني هاي نص بغداد وهذا مكان عمل والمفروض بفرص عمل للناس ودعم قطاع خاص هذا شوف شوف الحالة اللي احنا وين واصله واستغرب والله استغرب عدد ردة الفعل اللي موجودة يعني بصراحة مؤلمة من نشوفها بهذا المستوى ومؤلمة أكثر من نشوف أنه لا حياة لمن تنادي يعني ماكو واحد يستمع لك يعني ماكو واحد يصير فكرة يمك ويستمع إلى هذا الكلام ويأخذ به ويحسب حسابه هو مسؤول أمام مسؤولية المفروض شوف يعني شوف الحالة يعني لذلك إنه الناس تضطر في بعض الأحيان تضطر الناس إلى إنه يكون بيها التجاوز على القانون التجاوز على السلطة والتجاوز على عدد كبير من القوانين اللي موجودة يتجاوز عليها المواطن ليش بسبب عدم إعطاء الحق للمواطن إعطاء الحق في القانون لذلك نشوف ناس هواية يعني عندهم الأمور صعبة السلام عليكم حب شلونك كابتن شو أخبارك قواك الله طلبوا يتبعدك لا والله شلون أمك والله الحمد لله شلون الطالبية وضع والله زين الحمد لله شغلها شلون مو ذاك الشغل القوي يعني زين عندكم أيام زينة وأيام لا ايه؟ لو هي بشكل عام وضعية لا لا يوم زين السوق يوم مو زين وهاي طالبية يتأثر السوق مالتكم بالوضع اللي جاي يعني طبعا شوية تأثير ماكو شغل إيجارات شوية مغالية على بالمحل عجب إيجاراتكم هالشكل هي طالبية كل هيك من قبل يزيد الإيجار وما ينقص قانون يعني أكو فتحة لا ماكو يعني هسه أنا بالمال وبكيفه كيف إيه يعني باكر يجوز اصبح الصبح حد يعجبني ان من 10 اوراق ما تدري تنباع العماره جزء ما تدري والله جديد يجي المشتري تعال توي يا بعد تعال بعد شلون يطلعك هو بعد بكيفه ظلت هذه حرب الرزق لو هو هذا تجاره هالشكل تجاره شوف مو شرط حرب الرزق جي هاني شنوم حبيبي بس قصالك والله تشتغل صان هوايه يعني. مدرسة مريض لا ما سادس ابتدائي وتركت يعني صار لك بالعشر سنوات هنا تقريبا لا والله تقريبا 2008 دخلت في الطالبية يمكن والله بس مو بس بهذا الشغل بغير شغلات تخصصك هسه شنو احنا ادوات مال السيارات سوقنا انترس ادوات كله واشكال والوان كلش هواي ماكو عليهم رقابة مثلا حاجة زينة تجي جيبوا تعال لا حاويات حسب التاجر اللي يجيب هالبضاعة عندنا ناس تجار يجيبون البضاعة زينة مو شرط هو إله يعني اللي هو اللي يجيب الحاجة الأصلية ولا الجديدة إله بس هو مرات أكثر شيء للصين اللي هاي يعني الناس ترغبها على مود الرخص الماشي واحد يدور جودة زينة لا قليل أكو ليش أكو عندنا محلات بيها غراض زينة وهي بس غالية بس إحنا كشغلنا أبو تاكسي يجيك ايه ما طلت كلش موتك من الصبح ويعاملك حياتي سلام حبيبي الله يبارك قلبك حبيبي حياتي ولك ورده حبيبي هذه يعني شوف موضوع الكهرباء والله يضحك والله العظيم يضحك موضوع الكهرباء عندنا غير مضحك صعبه علم الذره صعب يعني واحد يجي مهندسين عندنا والله يا كفايه يعني عندنا مهندسين ابطال صعب يعني يسوي هذا المكان ويعيد ترتيبه ويعيد تاهيله وبنص بغداد يعني بالطالبيه ما يفكر انه قناه تجي تنتقد ما يفكر انه يتصور وينشر ما يفكر ما لانه يعني الرقابه ماكو ما تكون رقابه فعليه ما راح يصير حل لا اني ولا غير اللي يسولف فهذا هو موقف وتخيل انت جاي يصير يعني تخيل جاي يصير يعني في هذا البلد تاخذ ناس تاخذ جبايه وتاخذ اموال طائله لانه تعتبر هذه منطقه تجاريه فيصير تسعيرتها تقريبا مضاعفه
للتسعيره اللي موجوده، وهذا صعب الموقف يعني، بصراحه صعب. نشوف هذا الـ 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 الصوره، والله تقول حرام البلد بهذه الطريقه وهكذا الامور تدار يعني في البلد. بلد بخيرات، بلد بنفط، بلد بإمكانية، بلد بعطاء، بلد مهم مؤثر بالمنطقة. هذه كلها السوالف نسولفها، لأنه بصراحة هو لازم تكون منصف يعني بالحديث. هاي بزمن 24 راح ندخل على 25 وإحنا مولداتنا تدق بالشارع. هاي العالم انقرضت هاي المولدات، بس إحنا لا نستخدمها، لأنه جماعتنا ما شاء الله ما عندهم يسوون كهرباء، ولا المؤسسات تعمل وفق مبدأ هاي. شوف، السلام عليكم حب، شلونك كابتن؟ شو اخبارك؟ قواك الله. قوا حيلك. شلون نيه هلي؟ مرتاح ان شاء الله؟ نعمه بخير. مولتك والله قديم. ها تاسسوا هي عيشتنا عيشتنا عليها الله وكيل. والله لا تعينا هاي قرضت المولدات بعد مفروض. لا على مود كهرباء يوميا مسوين الكهرباء طاقه، موتونا صار لها بالاربع اشهر. الله شو سالفتها؟ فقط زايد من المنطقه ما تصير بعد، ما لحد ما لحد، يوميه طاقه يوميه طاقه، صار لنا 20 يوم مشغلين بس مولدات الله وكيل. اي والله لا سبالة تدري المولدات ما لها اي حد. تقولهم ملينا والله، هاي يوميه قهوه ذاك يوم احترقت قبت نار، يوميه يسوونها ترجع تطق، يوميه ما تتحمل، لان المنطقه هذا قاطع كل على هاي المحاوله الزغيره. اذا كيبلات نحاس وحقيقيه يضرب؟ اي لا يعزون هاي ما يضرب، يعزون المنطقه واحد هاي بعد ما تضرب كهرباء. زين انتم عندكم احمال زايده؟ لا ما عندنا. عندكم والله شو الشغله؟ الاضويه بس الاضويه من 9 الصبح ل 4 العصر نعزين احنا. ماكو احمر؟ لا ماكو، لا عندنا جزرات، لا عندنا سبالت قويه، بس جلوبات. نعم ضغط عده البيوت، يعني كل بيت به حوالي 4 سبالت 5. تصير ضغط علي ما تحمل هاي محاوله صغيره، شوف تبدا من هذاك الركي حوالي بعد رابع فرع كله بس على هاي المولده. على هاي الكابينه؟ على هاي الكابينه، اي بس هاي الكابينه اطق. قصار لك هنا بالمنطقه؟ علي بالتسعينات انا هنا. نفس شغله؟ نفس شغلي. ان احنا وراثه ادبا عن جد. ما شاء الله. ايه. زين. ايش عجب ما دور التعيين ما دور تكفي؟ ما نقدر، احنا حرين. شغل خاص. حر اي ماكو واحد يتحكم فينا. احنا اي حلوه هاي شغله. حلو الشغل. اي حلوتنا شغله. تجارتكم شلونها حاليا؟ انضربت؟ لو صارت هم صارت تعبانه حيل، يا يجي يفتح، يا يجي خربت المصلحه. اي والفيسم دمرنا دمار. دمركم الناس تسحب توصيل من عندكم؟ على التوصيل لا خربت مو مثل قبل. اي والله. دخل اشكال والوان فيها؟ كشو كلاش، الصيني دمر السوق. بس يقول لك الصيني حسب احتياج الناس يعني، هي بدأت تدور الرخيص. الرخيص بس احنا انضربت الاصليه بعد، ماكو ثقه بالعالم بعد. قل له اصليه جديده، قل له وكاله، قل له ماكو وكاله. هو من داخله يقول لك ماكو وكاله، ماكو ثقه. خادم انا. موفق حبيبي. الله يديك حبيبي. بارك الله بك يا طيب، الله يرزقكم ان شاء الله. الله يديك حبيبي. بارك بك يا حبيبي، ورده حبيبي. هذا من نقول احنا السوق انضرب، هذه قضيه الجانب التجاري والاقتصادي وتأثيراته، يعني هذه التأثيرات اللي تصير الآن بي هو اللي طبعا هذه إذا نلتفت إلها، هي طبعا الدولة مسؤولة عن جهاز السيطرة النوعية، جهاز السيطرة النوعية المفروض يشتغل يعمل ويحدد شنو اللي يدخل شنو اللي ما يدخل للعراق، شنو اللي الحاجة الزينة، شنو وضع المستورد، شنو وضع آلية العمل، الاستيراد شلون. السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ قواكم الله. شلون الصحة؟
ان شاء الله زين. شلون امورك؟ انت انا ملتقي هاي الثانيه هسه اقول احوالك. الله يخليك حبيب قلبي. افراح شوفت. الله يحفظك. الله يحفظك. افراح اللي نلتقي مرتين، يعني هذا نعم. ممنون جدا نلتقي مرتين. نعم جدا ممنون منك. الله يحفظك. نعم خير وبركة. الله يسترك. الله يخليك. الله يحفظك عمي. اولا احنا سعداء جدا. الله يحفظك. الله يحفظك على راسي. وقلنا المنطقة مهمة طبعا، ومنطقة مؤثرة في بغداد، وجانب اقتصادي وبفرص عمل لشبابنا اللي نشوفهم حي صناعي صحيح. ويخلق لك فرص والدولة تقول خلني نسعى نشغل القطاع الخاص فعلا. وهسه احنا ظلينا بين حانا ومانا، لا نعرف القطاع الخاص صعد سوقه وشغله، ولا عرفنا انه الدولة واجراءاتها هي حقيقية وصحيحة. والله هي ما إيش الأمور محيرة، يعني ما تعرف شنو، يعني بين ما هم يقولون منا بس من ماكو، يعني مثلا ماكو تسهيل أمور ولا أكو أمور يعني سهلون عملك. بالعكس أنت هسه محارب من الأمانة، محارب من البلدية، محارب حتى من ناحية الدولار. ما يعطونك الدولار اللي مثلا تستورد، تأخذ من السوق الموازي. السوق الموازي وين فرق؟ 152 156 54 ونص. فهذا هم تأثر علينا الظروف. الميناء حدث ولا حرج. الميناء يمكن دول عربيه وعالميه تعرف بالميناء العراق ايش جاي يصير، بس احنا ما نعرف. بالضبط، يعني كلها وراء الكواليس، يعني كل من يشتغل تنطي فلوس مالاته وازيد من اللي قرر الدوله. تجيك مضاعه ما تجي تعرف انت مخالف وانت شو اسمه وتحول للقضاء وهالحكي هذا. فهم يعني ماكو شيء مثلا تسهيلات شيء ملموس على شنو يعني مثلا على دعم قطاعكم؟ والله لحد الان ماكو شيء ملموس. ما اشوف شيء ملموس. يلزمنا شغله ماكو، يعني هساكم مثلا المبادره مال هاي القروض. طيب. ما جاي ينطيك قرض تجاري، ما يعني ياخذ بس جماعه المعارف والعلاقات وال... يعني انت تقدم حالك على الناس ما ابد. اذا ما تنطيك كومشن اتحصل نهائيا. اكل الحرام صار سهل جدا جدا مع طب الحرام بكل سهوله، يعني مع الاسف هي مو الداخليه تقلبت. اكو ناس ملتزمه. تحدث عن الحرام العام. اي الاغلب العام هسه اللي يشتغل بعداله وش اسمه ويبقى على، لانه الراتب ما بدهم يبني لفت خمس ست بيوت ابدا. بس اذا عد شوف هذا يفتهم هذا سبع شلون طبلها شلون. طبعا هو مال اكيد حرام صح لا؟ بس اللي شطاره بالضبط طب شلون. بينما الانسان الملتزم يبقى لو بيته لو بالايجار لو بيه. شوف هذا ما بيه خير على حطته ما كون نفسه. إيه؟ هذا الشيء يابا انا ما اريد اطب بحرام. لا تجبرونا اطب بحرام بالضبط. احد جاي واحد بهذه الطريقه محارب من جميع الجهات، محارب كل لانه هذول جاي يبوقون هذا ياثر عليهم فيحاولون يبعدونه بكل طريقه، يعني بحيث يبونه في مكان. هي النظيف ما يقدر يبقى بين الوسخين حش السامع، ولا النظيف عنده قابليه يتحمل. هسه الوسخين اكثر، هسه الناس اللي مثل ما تفضلت اللي يشتغلون بالحرام اكثر ومسيطرين، يعني سيطرين يعني سيطره كامله، يعني قانونا تحاسبهم ما يتحاسبون، يعني فد منفذ قانوني عندهم يقول لك هذا وهذا، بعدين اللي يشتكي عليهم يطلع هو المقصر، هو المقصر. تلف عليه وترجع. يلفوها عليه بكل طريقه. حتى مرات اذا واحد احنا مرات يطلعون ويانا ناس والله العظيم يعني خلف الكواليس من نكمل مثلا عندهم ملف فساد او بس بالاعلام ما اقدر اطلع انا لين يفرونها علي. انت تخيل عنده ملف فساد وخايف، يعني اللي لازم له لازمه على واحد لازم اليد وبالوثيقه هو خايف ما يقدر. صحيح ما يقدر، لان هذا اللي بالفساد مو بس هو مستشري اول، لانه عندهم مافيات يعني عندهم كل من ولا عمله اخر شيء اذا ما تصفيه اذا انسان يا مسهله. هي هاي المسهله. لابد احنا خاف يجينا يوم من يوم. الله كريم. لا ان شاء الله. والله هذا حكي مو سهل. طبعا مو سهل فعلا. الله يسترنا الجميع. الله يخليك والله يحفظك. بارك فيك. الله يسترك. انا جدا ممنون منك. يحفظك ويخليك. مره ثانيه سعيد جدا انه اشوفكم دائما بخير وباب رزقكم ان شاء الله عامر. الحمد لله. وانتم يعني قد عافيه ومخافه الله الحكمه. جزاكم فينا شر من ادم. الله خير. تحياتي لك عم حبيب يبارك فيك. لا انا هسه بس اكمل وارجع لك. مصعب يمك وراح يعطيك تفاصيل. يعني ما
مو مصعب يحيى. هذه الكلمات يعني والله العظيم مرات احنا ياخذنا الحكي وشدة الكلام، وفي بعض الأحيان قد يعني ندفع ثمنها بمحاربتنا، يعني محاربتنا لموضوع الفساد وقضية الفساد المستشري. وممكن احنا كأشخاص هسه بالشارع يجينا واحد الناس ابو دراجة، حتى قد يكون هذا ما نتهم ابو الدراجة مثلا، بس ابو الدراجة لا، يجي يتمشى زين ويشهر سلاحه علينا ويطشرنا، منو اللي ورانا؟ الله وكيلكم ما حد. منو اللي يطلع حقنا؟ والله العظيم ما حد، اقسم بالله ما حد. المنك وبيك ماكم ما يدير لك بال، لانه يقول لك انت شو مازيك السولف بالفساد والفاسدين يابا. مو هذه امام الله وامام الناس وامام شعبنا اللي يدفع الثمن الان، ام الايتام اللي تساوم، ام الشهيد وزوجة الشهيد تساوم بالدوائر الحكومية، وتريدنا اسكت؟ شلون اسكت؟ وتريدنا اصم حلقي؟ اها هاي هي ايش والله حصل مليون دينار، عايش السامع من ام المليون دينار وام هيجي افكار. والله العظيم يعني احنا بصراحه البينا هذا كلام والله العظيم انا اعرف خطير، يعني اعرف خطير وراء تبعات وراء امور، لكن الله مشيها ويانا ونيالي اللي يقدم خدمه لاهل وناس العراقيين انياله، وناس الفقراء انياله، والله يكسب بها اجر لوجه الله وبالمجان زين، ومقدم خدمه ويا محلاها. مو قضية مساوم ولازم أنا أصعد لآخر موديل سيارة ولازم أظل الجاماتها ولازم أنا عندي رقم مميز ولازم، شنو هالأفكار هذه المتردية ومتراجعة؟ هذه رسائلنا، ونستمر ونفضح وما عدنا نخاف من أي واحد، والقانون وبالحق والشرع وكلهم نسولف فيها، ما عدنا لا زايدة ولا ناقصة بالله الكريم. جاي نقول فلان تابعوهم لأنهم فاسدين، نبتلع على أعمارنا وما نبتلع على أعمار. هذا الكلام محرج وكلام يدخلنا في متاهات وقضايا ممكن الناس ما ترضى عليها، بس هذه كلمة حق لازم تقال، لازم تقال، لأنه المفلس بالقافلة أمين، والمبلل ما يخاف من المطر، ذن أمثال أهلنا قبل يعني زين، ذن أمثال أهلنا قبل وإحنا ماشيين عليه. فاللي تشوفون الآن وكلام الناس اللي يطلعوا ويانا يا أخوان، هذا كلام واقعي، ما جاي من موضوع تنظير، ما جاي ننظر، لا جاي نعطيكم صورة واقعية عن حياة ناسنا ومواطنينا وعملهم وتفاصيل يومهم وشغلهم اليومي، وتقريبا نعطيكم صورة واقعية جدا، كلش واقعية والله العظيم، لأنه ما عدنا فد وسيلة نضم ونغش أبدا، واضحين والله واضحين، والواضح قد يكون ما إلى مكان. كل الصور اللي تلاحظوها وكل التفاصيل اللي نسولف فيها وكل الحديث اللي ناقشه هو ضمن القانون، ونكفل لكم حق الرد سواء من مسؤول إلى مواطن إلى رجل إلى امرأة إلى شاب إلى طفل، نضمن حق الرد للجميع دون استثناء. تقبلوا ودي واحترامي، أنا مقدم البرنامج أحمد الركابي وزملاء اللي يرافقون اليوم بهذه الحلقة، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور يحيى مزهر، يشوفكم بخير والسلامة، إلى اللقاء.